وده اللي يمكن خلى القوات المسلحه تلجا لتنوع مصادر التسليح، مش بس الاعتماد على مصدر واحد. طبعا دي نقطه مهمه جدا وفكر استراتيجي متقدم جدا، ان القوات المسلحه لا تعتمد على دوله واحده، بل استطاعت ان تضع استراتيجيه لتنويع مصادر السلاح لهذه القوات اللي بتستوعب احدث انواع التكنولوجيا العسكريه في زمن قياسي لشهاده الخبراء العسكريين. وده شيء رائع، يدينا شيء مهم جدا، وهو الاطمئنان على سلامة ووحدة أراضي المصرية، وأيضا استعادة الدور المحوري المصري في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الساخنة من العالم. نعم، في نفس الإطار خلينا برضو نروح لجريدة الجمهورية، وخبر بيقول قناة السويس على طريق سنغافورة وهونغ كونغ وجبل علي في 2030 المنطقة الاقتصادية، مستقبل مصر، الشركات والتحالفات العالمية تتجه للاستثمار بمحور القناة. ده تأكيد على إعادة دور مصر المحوري ليس فقط العسكري ولكن أيضا الاقتصادي والتجاري في المنطقة. تعليقك على هذا؟ طبعا ده منطقة قناة السويس دي منطقة من أهم ويعني وأقوى المناطق الاقتصادية في العالم لموقعها الاستراتيجي المتميز ولوجود قناة السويس المتطورة الحديثة اللي بتقدم خدمات تنافس وتضاهي معظم الممرات المائية العالمية. والتطوير المستمر لهذه القناة أعتقد بيحقق عائد كبير جدا. لكن خلينا نتكلم بصراحة، منطقة قناة السويس المنطقة الاقتصادية إذ لم يكن هناك تيسيرات حقيقية والقضاء على التعقيدات والروتين والعقبات اللي بتقابل المستثمرين، والتيسيرات في استخراج التصاريح واستخراج الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات، أعتقد أن دي ده الشيء، التعقيدات الإدارية هو ده اللي بينقصنا أن احنا نقضي عليه بأقصى سرعة، لأنه وكسرة القوانين واللوائح. لكن هناك أمل كبير جدا، لأنه منطقة قناة السويس، المنطقة الاقتصادية في قناة السويس لها قانون ينظم العمل فيها وينظم أيضا إقامة المشروعات وكيفية الاستثمار في هذه المنطقة المهمة، وبيعطي تسهيلات كبيرة. نتمنى أن العاملين والمسؤولين عن هذه المنطقة يعني ينفذوا روح القانون الذي ينظم هذه العمل في هذه المنطقة، حتى نستطيع جذب المستثمرين من كل أنحاء العالم. وهذه المنطقة يمكن لا تتوفر الإمكانيات فيها في أي منطقة أخرى من العالم. أولا أيدي بشرية رخيصة ومدربة تدريب عالي، منطقة في قلب العالم، هناك تيسيرات لوجستية في كافة المجالات لعمليات التصدير والاستيراد وعمليات التخزين وإقامة المناطق الجمركية وأماكن التخزين للحاويات الضخمة اللي بتمر من طريق قناة السويس. دي كلها تيسيرات يمكن لا تتوفر لأي منطقة من العالم، لكن بيحد من الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية التعقيدات الإدارية. التعقيدات الإدارية والقانونية بالتأكيد. خلينا نروح لجريدة المصري اليوم وخبر نقرأه منها، الحكومة سنوضح للبرلمان الآثار المالية المترتبة على إلغاء التوقيت الصيفي، والسجين يقول لن نتراجع، والعجاتي يصرح الغرامات تنتظر مصر. يمكن في بعض الجدل حول إلغاء التوقيت الصيفي، البعض معارض والبعض مؤيد. هو ده مسلسل كل عام كل سنة برضو بنيجي، لو حضرتك تتذكر في نفس العام في نفس الوقت من العام، هنلغي التوقيت الصيفي ولا هنعمل بيه، هنلغيه أو نعمل بيه، حكومة تلغيه وحكومة تعيده مرة أخرى. مفيش دراسة استراتيجية لاتخاذ قرار يعني حاسم في هذه القضية. لكن للأسف الشديد كل ما يجي معاد بداية الصيف، هل هنطبق التوقيت الصيفي ولا مش هنطبقه؟ الدراسات، أنا حسب معلوماتي الدراسات اللي قامت بيها وزارة الكهرباء والبترول بتؤكد أنه هناك وفر في استخدام الطاقة خلال هذه الفترة، لأنه الهدف من التوقيت الصيفي هو يعني استخدام أطول فترة ممكنة من النهار، من ضوء النهار، علشان نوفر عمليات الإضاءة وعمليات استخدام الطاقة في هذه الفترة الزمنية الطويلة. يتم علاج هذه، لكن هناك شق آخر، أن من الممكن أن التوقيت الصيفي مرتبط بالتوقيت العالمي اللي هو حركة الطيران وحركة البنوك وحركة السفن. دي من الممكن ان احنا يكون ليها حل نرتبط بهذا التوقيت العالمي، لان احنا جزء من العالم لا نستطيع ان ننفصل عنه، لانه اذا يعني انفصلنا هنتكبد خسائر وغرامات. لكن عملية التوقيت الصيفي بالنسبة لاستخدام الكهرباء والبترول، من الممكن بدل ما يبقى العمل الساعة 8 صباحا
في الدواوين الحكومه يبدا الساعه 7 صباحا. بدل ما نبتدي بقى نغير التوقيت ونبدل التوقيت كل يجي فتره حكومه تشيله وحكومه تتغيره نظبط ايقاع الشعب نفسه على التوقيت اللي موجود. المساله يعني مش محتاجه يعني تكنولوجيا خطيره جدا يعني. نرجع لجريده الاهرام وازمه الثانويه العامه وتسريب الامتحانات بالتاكيد اللي تابعناها كلنا مؤخرا ونقرا منها بدء توزيع الاسئله الجديده لامتحانات الثانويه العامه في حراسه مشدده. الديناميكا غدا والجيولوجيا والعلوم البيئيه والتاريخ والجبر والهندسه الفراغيه يوم الاثنين. تعليقك على والله دي كارثه بكل المقاييس يعني امتحانات الثانويه العامه هذا العام كارثه قوميه بكل المقاييس وده شيء يعني ان الحكومه والدوله بكل اجهزتها غير قادره على مواجهه هذه الظاهره الخطيره اللي مستمره منذ سنوات. وبعدين يعني كان في تصوري المتواضع انه مع بدايه الامتحانات اول يوم كان بدا الغش والتسريب. كان من المفروض نوقف عمليه الامتحانات ونأجل الامتحانات لمده اسبوع ويتم تغيير عمليه طباعه الاسئله وعمليه توزيعها وتغيير اللجان والغاء اللجان الاستثنائيه وكل هذا الكلام وتبتدي الجهات السياديه تفرض سيطرتها على هؤلاء. ان كل بيلقي المسؤوليه على الوزير، الوزير لا حول له ولا قوه. الوزير لن يستطيع ان يعني كبار مساعديه يعني ثبت تورطهم في عمليات التسريب وعمليات الغش. طب الوزير هيعمل ايه؟ الوزير لا حول له ولا قوه ووعد اكثر من مره ان هو الامتحانات ما فيش تسريب وما فيش، لكن التسريب خارج من قلب الوزاره من المطبعه السريه ومن عمليات المراقبه ومن عمليات الاتصالات وفي اللجان وتشكيل لجان خاصه لابناء يعني الكبار. دي مساله خطيره بتضرب الشفافيه والعداله. يعني فين العداله بقى ما بين الطلاب وتكافؤ الفرص؟ ما فيش عداله وتكافؤ فرص. طالب بيذاكر طول السنه واهله وفروا له احرموا نفسهم من كل الـ يعني ضرورات الحياه عشان يديله دروس خصوصيه ويذاكر عشان يجيب مجموع، وطالب فاشل ما ذاكرش واستطاع ان هو يحصل على الامتحان والاجوبه النموذجيه وبيحصل على الدرجات النهائيه. فانت حضرتك بتخرج جيل من الفاسدين والغشاشين والمزورين، من هم دول الطلبه اللي هيحصلوا الدرجات النهائيه من عن طريق الغش، هم اللي هيخشوا كليات الطب والهندسه والعلوم هو كل الكليات وكليات القمه، فهيبقى عندك جيل من غشية. انا دي بتصور ازمه بتضرب مستقبل مصر اعتقد. بالتاكيد طبعا بقول لحضرتك انت بتخرج جيل من الفاسدين يعني والغشاشين. مين المسؤول في النهايه؟ نعم. مين المسؤول في النهايه؟ مين المسؤول اللي بيحاسب؟ الدوله كلها. الدوله الوزير لوحده لن يستطيع. الدوله كلها بكل اجهزتها السياديه والوزاره التربيه والتعليم ونظام الامتحان. احنا عمالين نتكلم عن الامتحان وبقى لنا سنوات طويله عن ضروره تطوير التعليم، ضروره التطوير، وبعدين يجي يجيبوا الكتب المناهج الدراسية، يجيبوا شوية موظفين يقلبوا اللي فوق تحت واللي تحت فوق ويجيبوا ينقلوا من الجرايد وأحداث آنية ويضعوها في المناهج يعني شيء مسألة وعندنا بيتسم ببعض العشوائية الكبيرة. عشوائية مفرطة. عشوائية مفرطة. وبعدين بقول لحضرتك احنا بنتكلم عن تطوير التعليم، ما هو لو تم تطوير التعليم اعتقد ان هيكون في حد من عملية الغش والتسريب، وايضا ان تواجه عملية التسريب والغش بمنتهى القسوة ومنتهى بالقانون برضه. انما بهذا الشكل لا، احنا نشيل امتحان ناجل امتحان. مساله بصراحه دي مهزله. نعم مهزله. نتمنى ان مهزله تنتهي باذن الله، التعليم دي تنتهي وما تتكررش ان شاء الله في يعني المستقبل. اتمنى تكون اخر سنه للتسريب. اتمنى هذا. الحقيقه انا في النهايه لا املك الا اني اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي بجريده الاخبار، شكرا لوجودك معنا يا فندم. شكرا. اشكرك. الشكر لكم ايضا مشاهدينا لمتابعتنا النهارده في حلقه هذا الصباح، بنرجو ان نكون قد وفقنا جميعا في طرح محتوى هذه الحلقه ان شاء الله. غدا حلقه جديده واسره اعمال جديده، فإلى اللقاء.